مقولة هامة وهي لست بالسكة. خلونا نتذكر أن عمقنا العربي الذي كنا في العهود السابقة ومن خلال الأنظمة السابقة أهملناه كثيرا وقد أهملنا في حقول كثيرا، نحن الآن وبصدد فكرة 30 يونيو نتذكر أن من هذه المنصة أعلمنا أن محمد مرسي لم يعد رئيسا للجمهورية في هذا المكان، وإن شاء الله في نفس التاريخ إن شاء الله في العام القادم سنكون على أرض الدوحة نعلن استقلال قطر من الاحتلال الإسرائيلي. الله أكبر. سنعلن من على أرض الدوحة استقلال قطر من الاحتلال الإخواني الغاشم، وإن شاء الله نؤكد لكل أشقائنا القطريين أنكم في أمن وأمان مع المصريين. أرض مصر مفتوحة لكل من يريد أن يبحث عن أمانه. ورسالة إلى الجيش القطري، اتعظوا واستفيدوا من رسالة الجيش المصري الذي انحاز لإرادة الشعب المصري في كل موجاته في ثورته العظيمة. ثقوا بأن الإرادة الشعبية هي من تقرر مصير الشعوب. ثقوا أن الحاكم لا يدوم والشعب هو الذي يدوم. رسالة واضحة لشقودنا وزميلنا خالد الممثل للجبهة المعارضة القطرية، الأرض المصرية أرضكم ووطنكم الثاني. نرجو من كل المواطنين القطريين الوطنيين الحريصين على العمق العربي أن ينظروا إلى المصلحة العليا لدولتهم، ونتمنى من الله أن ننتهي من الاحتلال الغاشم في وقت قصير. أعتذر عن الإطالة وشكرا جزيلا. نورنا وكل سنة كل جميل نقول كلمة، لكن عشان نضيف الوقت احنا هنستسمعكم. هنبدأ دلوقتي بطرح الأسئلة، هنطلب منكم بس طلب واحد، يا ريت الأسئلة تكون مختصرة كل واحد سؤال بس. أوكي خلاص هنبدأ. بص ده في مايك، راجل مايك عندك تعالى يسأل لو سمحت شوية. نطلع فوق سعيد يسأل دلوقتي. باختصار هي عاصمة الإعلام والصحافة العربية، فمن هنا بدنا نبدأ. طيب سؤال ثاني، هل ليكم طلبات من الحكومة المصرية أو من الشعب المصري؟ يعني ليكم طلبات بخصوص الحركة تطلبوا شيء ولا؟ لا بالعكس، احنا في النهاية هم التعاون مع أهل مصر، إذا كانت قطر وقطر مصر بشيء فإحنا إن شاء الله نحاول نعالجه، هذا هو الشيء. كنت اتصل بالحكومه المصريه ولم اجد استجابه اطلاقا من الحكومه المصريه على استضافه الناس ده. اعتقد بعد المؤتمر الصحفي ده احنا محتاجين تدعيم، محتاجين ان يبقى لنا ارضيه كويسه. اعتقد ان ده ابسط اجابه على ما يحدث على الجزيره. في الجزيره بتستسلم الاستجابه من الحكومه المصريه الى الان. حاولنا بقدر مستطعنا ان احنا نتصل بعدد جدا من الرموز، كان مجهولة وبعد كده ما بقوش يرد على التليفون. ما اعرفش هل النهارده قطر لها هذا النفوذ موجود لسه في صفوفنا ولا لا. ما اعتقدش. الجول النهارده عندنا جون وفي رجلنا كوره والمربع مفتوح واحنا ما نشوطش الجون ده في وش قطر. ما ينفعش اصلا ان يبقى عندي انا النهارده خامه وفي نوع من انواع مش هنقول ثوره قطريه، على الاقل في معارضه لما يحدث على في قطر. صحيح ممكن يكون بيتكلموا عن مصالحهم الشخصيه الشعب القطري، لكن في النهايه هو نوع من انواع الاحتجاج على الحكم اللي موجود في قطر.